أما بالنسبة لأخبار المحافظات، ففي محافظة شمال سيناء تم تسليم وقود 20 منزل بدوي للمستحقين. في أسوان تم الانتهاء من تنفيذ 17 مشروع بقرية الملكي ضمن مبادرة حياة كريمة. في الشرقية تم الكشف على 1670 حالة ضمن قافلة طبية لجامعة الزقازيق. أما في اسكندرية تم افتتاح معرض الأسر المنتجة بحديقة الشلالات الإبلية. خلينا نتابع تفاصيل أكتر في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في شمال سيناء سلمت المحافظة 20 منزل بدوي في حي الصبيحات بقرية التلول في مركز بئر العبد للمواطنين المستحقين، حيث تم بنائها بتكلفة 12 مليون جنيه، وبيحتوي كل منزل على غرفتين وصالة ومضيفة ومطبخ وحمام بمساحة 80 متر مربع، ده إلى جانب حوش بمساحة 40 متر مربع، ليصبح إجمالي مساحة المنزل 120 متر مربع كامل المرافق من مياه وصرف صحي وكهرباء وإنارة. في كفر الشيخ أعلنت المحافظة عن استلام 47 ألف طن قمح من المزارعين في مواقع وصوامع التوريد المختلفة بالمحافظة، وسط انتظام عملية توريد الأقماح وإجراءات صرف مستحقات المزارعين والموردين، خاصة إن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة لعملية التوريد لضمان سيرها بشكل سلس دون أي معوقات. في بني سويف أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن قطع المياه عن قريتي كوم أبو خلاد والبرج بمركز ناصر اليوم الأحد لمدة 8 ساعات اعتباراً من الساعة 9 صباحاً حتى 5 مساءً لاستكمال أعمال ومشروعات مياه الشرب ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة. فأسوان أعلنت المحافظة الانتهاء من تنفيذ 17 مشروع بنسبة 100% ضمن المشروعات الجاري تنفيذها بقرية الملكي التابعة لمركز نصر النوبة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري. في الشرقية أنهت قافلة جامعة الزقازيق الطبية التنموية الشاملة أعمالها بالكشف على 1670 حالة من أهالي قرية نبتيت مركز مشتول السوق بالشرقية، وده في العديد من التخصصات الطبية، وبدأت العيادات في استقبال الحالات منذ الصباح الباكر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. في البحر الأحمر استقبل مطار مرسى علم الدولي 40 رحلة طيران دولية أوروبية ضمن 158 رحلة بيستقبلها المطار بداية من السبت حتى نهاية الأسبوع، وبتقوم السلطات المختصة بتطبيق الإجراءات الأمنية والوقائية على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط. في الإسكندرية شهدت المحافظة افتتاح معرض الأسر المنتجة بحديقة الشلالات القبلية لعرض وبيع منتجات المشغولات اليدوية والتراثية ونباتات وزهور الزينة، وبيشارك في المعرض 50 عارضة من السيدات المعيلات لعرض العديد من المنتجات بأسعار مناسبة وجودة عالية.